السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه معكم بالحديث عن تطورات الأحداث والتصعيد الأخير بين واشنطن وطهران. إذن انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم الاثنين مراسم تشييع قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأما المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة بمشاركة الآلاف من المشيعين وبحضور عدد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين. وأكد القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاآني إنه سيسعى إلى طرد الولايات المتحدة من المنطقة بعد مقتل سليماني، وأضاف قاآني: نتعهد بمواصلة مسيرة سليماني بالقوة ذاتها، والعزاء الوحيد لنا سيكون هو طرد الولايات المتحدة من المنطقة. وفي وقت سابق أعلنت إيران عن شروعها في تنفيذ خطوات المرحلة الخامسة والنهائية من تقليص تعهداتها النووية، وذكرت الحكومة أنها لن تبقى ملتزمة من الآن بأي قيود في الإنتاج أو في إنتاج اليورانيوم ومستوى التخصيب والتطوير النووي في تدبير يمكن اعتباره انسحابا غير معلن من الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في عام 2015. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه اقترح عقد اجتماع دوري مع نظرائه الأوروبيين الأسبوع المقبل وسط تصاعد التوترات في المنطقة، في وقت يعقد حلف شمال الأطلسي الناتو اجتماعا استثنائيا للسفراء اليوم الاثنين حول الأزمة بين واشنطن وطهران. أضاف ماس في بيان له أن أوروبا لديها الآن دور مهم في ضوء تصاعد تهديد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، يجب على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاتفاق بشكل سريع على نهج مشترك حيال ذلك. وذكر أن لدى أوروبا قنوات اتصال موثوقة بجميع الأطراف ويجب استخدامها إلى أقصى حد في الوضع الحالي. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ الحلقة والنقاش ولكن بعد متابعة هذا التقرير. بحسرة ومرارة وسخط أهوج تودع الجماهير الإيرانية قتيلها قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. جنازة أريد لها بأن تبدو مهيبة، ولو أن الرجل وقف خلف قمع وقتله يجهش المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في عزائه كأن الراحل ولد وثروة يكمل مشهد التراجيديا كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، وفي مقدمتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني وساسة آخرون، لتنقل الصورة بتأن ويعرف مكمن الوجع ودقة الضربة الأمريكية. خلف سليماني إسماعيل قاني أكد بعد التشييع أن العزاء الوحيد لإيران سيكون طرد الولايات المتحدة من المنطقة وإلى الأبد، كما تعهد بمواصلة مسيرة سليماني بالقوة ذاتها. أما مستشار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي فقد دعا خلال مشاركته في مراسم التشييع القوات الأمريكية إلى مغادرة المنطقة، مؤكدا أنه إذا لم تغادر أمريكا فستتحول المنطقة إلى فيتنام لها. واعتبر ولايتي أنه على الرغم من تهديدات ترامب ستتصرف إيران بطريقة تجعل أمريكا نادمة على فعلتها. أما فيما يتعلق بقرار البرلمان العراقي الذي دعا الحكومة إلى إخراج القوات الأجنبية من البلاد وما عقب ذلك من تلويح أمريكي بعقوبات على العراق تفوق تلك المفروضة على إيران، بدت الأوساط السياسية منقسمة حول هذا القرار، خصوصا بعد امتناع عدد كبير من النواب عن التصويت على قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق ومقاطعة نواب السنة والأكراد جلسة مجلس النواب. فما هي الخطوة المقبلة لإيران بعد تشييع سليماني؟ وفي أي مكان وزمان سيكون الرد الإيراني؟ كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع تهديدات ترامب بعقوبات غير مسبوقة إذا أجبرت القوات الأمريكية على مغادرة العراق؟
إذن تابعنا التقرير مشاهدينا الكرام، ونفتح الحوار والنقاش وأرحب بضيفي المحلل السياسي العراقي الدكتور ناصر دريد. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. بداية، يعني مسلسل التصعيد والتهديد مستمر منذ فجر الجمعة وحتى هذه اللحظة، ودخلت على خط التهديدات أيضا بغداد بعد تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبغداد بإنزال عقوبات غير مسبوقة وأقسى من العقوبات التي فرضت على إيران. بداية، يعني في ظل هذه المعطيات والمؤشرات، كيف تقرؤون المشهد دكتور؟ يعني أعتقد في البداية أخي العزيز يجب علينا التفريق بين نوعين من التهديدات المتبادلة. التهديدات التي تبغى عسكرية أو توحي باحتمال عمل عسكري، والتهديدات التي تخرج عن نطاق العمل العسكري. نعم. أعتقد بأنه التهديدات ذات الصبغة العسكرية المقتل السليماني فيها إلى حد كبير طابع تهويل إعلامي أكثر مما هو طابع حقيقي، سواء من إيران أو من الولايات المتحدة على حد سواء. نعم. التهديدات التي تأخذ يبدو من تكرار تواترها خلال اليومين الفائتين صبغة ذات صدقية معينة إذا صح التعبير، هي تهديدات سياسية، وبالذات التهديد الإيراني بإخراج الولايات المتحدة من المنطقة. هذا التهديد ورد اليوم على لسان قاني، ورد أمس على لسان نصر الله مساء، وورد صباحا على لسان هادي العامري في العراق. يعني ثلاث أماكن، في بيروت، في بغداد، في طهران، نفس فحوى التهديد تتكرر، إخراج الولايات المتحدة من المنطقة. طيب دكتور، هذه التهديدات يعني إلى أي مدى ممكن أن تكون جدية وحقيقية ويمكن أن تترجم على أرض الواقع؟ هذا هو السؤال المهم الحقيقة، لأنه بتقديري الشخصي إيران تملك القوة والنفوذ الأعلى لها في بلدين في المنطقة على الأقل عدا إيران، وهما العراق ولبنان. طبعاً لا نتكلم عن الساحة السورية، لأن الساحة السورية قد حسمت لصالح إيران وروسيا منذ فترة ليست بالقليلة. لكن البلدين اللذين هناك كان فيهما نفوذ أمريكي، وهذا النفوذ آخذ بالتقلص لصالح النفوذ الإيراني، هما العراق ولبنان. الآن العراق أمس ضغطت إيران في سبيل إخراج قرار رسمي بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه، وهناك ضغوط أخرى حتى لتقليص أو حتى إنهاء الوجود الأمريكي الدبلوماسي في العراق. وهذا يعني إعلان إيران السيطرة الكاملة على العراق رسمياً دون القيام بأي عمل عسكري، فقط لمجرد الضغط السياسي. ولبنان أيضاً ينتظر خلال الأيام القادمة إقرار تشكيل حكومة بأمر من حزب الله لوحده، حزب الله وحلفائه، دون أي اعتبار لموضوع الشراكة التي كانت قائمة سابقاً مع الحريري أو مع أي أطراف أخرى في داخل لبنان ليست من أتباع الجهة الإيرانية. فبالتالي هناك ميل حقيقي لمحاولة الانفراد في السلطة وفي النظام، وإخراج قرارات رسمية لطرد النفوذ الأمريكي أو ما تبقى منه في كل من العراق ولبنان. طبعا الولايات المتحدة بكل تأكيد سوف ترد على هذا السيناريو بسيناريو مقاطعة يشمل كل الأنظمة التي ستستجيب للرغبات الإيرانية، وستتوسع دائرة المقاطعة لكي تشمل إيران وحلفائها بعد أن كانت تشمل إيران فقط في الماضي كدولة. فهذا أعتقد هو السيناريو الذي يعني يجرى الترويج له حاليا. هو سيناريو ليس في مصلحة إيران، لكنها السيناريو الأخف ضررا بالنسبة لها، بدلا من تحدي الولايات المتحدة عسكريا في موقع معين وتحمل ضربات شديدة سبق أن أعلن عنها الرئيس ترامب وهو فعلا سينفذها في حال قامت إيران بأي عمل عسكري ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تلجأ إلى عمل سياسي وتكون نتيجته أيضا قرارات مقاطعة سياسية واقتصادية بعيدة عن العمل العسكري. طيب نعم دكتور، يعني كما تعلم إيران يوم أمس أعلنت عن تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، وصلت للمرحلة الخامسة والنهائية من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي. هل هذا الموضوع مرتبط أو له أي رابط بالرد على اغتيال قاسم سليماني بطريقة أو بأخرى؟ بالتأكيد،
يعني هي تعرف أول شيء تلجأ إلى إيران في التهديدات سابقا قبل قضية قاسم سليماني ومن سنوات هو موضوع الملف النووي، وهي تعرف أنه هذا أكثر الملفات حساسية في المنطقة وفي العالم، يعني حتى أوروبا، روسيا، الصين، كل دول العالم الكبرى، ناهيك عن دول المنطقة مثل الخليج، إسرائيل إلى آخره، كلها معنية بهذا الملف، فهي طبيعي ستلجأ إلى هذا الملف أول شيء لإعطاء إحساس للعالم بفداحة التحرك الأمريكي. يعني هي تريد أن تقول للعالم انظروا كيف أن الضربة الأمريكية لقاسم سليماني قد أدت إلى خسائر كبيرة على مستوى السلام العالمي والأمن العالمي، فتتحمل الولايات المتحدة بالنتيجة نتيجة هذه الخسارة. هي تريد أن تعطي هذه الصورة أو تعطي هذه الفكرة والرسالة إلى المجتمع الدولي. طيب كيف سترد الولايات المتحدة على هذه الصورة التي تريد إرسالها طهران؟ الرد المتوقع والمنتظر هو سلاح العقوبات الاقتصادية. طبعا سلاح العقوبات الاقتصادية هو سلاح حقيقة مؤذي مدمر، لكنه بالنسبة لإيران هي مستعدة أن تتحمل. السؤال كما قلت الآن وكما قلت قبل سنة عندما طرحت فكرة العقوبات أصلا، من الذي سيصرخ أولا؟ هي لعبة عض أصابع إذا صح التعبير، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إيران مستمرة في المضي بسياساتها في السيطرة على المنطقة، والولايات المتحدة مستمرة في المضي بسياسة الحصار والمقاطعة المؤذية. من الذي سيصرخ أولا ويقول حقي برقبتي مثل ما يقولون الأخوة المصريين؟ من الذي سيتراجع أولا ويخلي الساحة للآخر ويعترف بهزيمته؟ هذا هو السؤال الذي ما زال مستمرا. للأسف يبدو أن الضربة الأمريكية قد عجلت بتداعي دول كثيرة في المنطقة كانت تقف بين نفوذين الأمريكي والإيراني، الآن أصبحت تحت ضغط مباشر لكي تصبح إيرانية بالكامل. طيب دكتور، اليوم يعني كما تعلم هناك حديث عن اجتماع لحلف شمال الأطلسي الناتو على مستوى السفراء يعني لمناقشة أزمة التصعيد الحاصلة في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة. برأيك تدخل الناتو جاء بسبب تقليص الإيراني للالتزامات في الاتفاق النووي أم بسبب التصعيد بشكل عام مع الولايات المتحدة؟ طبعا التصعيد بشكل عام هو جزء من قضايا الناتو الأساسية وقضايا التزام الناتو. كما تعرف الولايات المتحدة هي الدولة الأكبر ناتو وهي الراعية، وبالتالي دخولها في أي صدام عسكري في أي مكان بالعالم لابد أن يستتبع وجود رأي للناتو. لكن الحقيقة القضية الأساسية التي تشغل بال الناتو هي موضوع سلام الشرق الأوسط. يعني الناتو تدخل بشكل مباشر كقوة ناتو لأول مرة في موضوع محاصرة داعش، وهو تعهد منذ ذلك الحين ببناء استقرار المنطقة أو المشاركة في بناء استقرار المنطقة عبر عمليات تمويل الجيوش، تدريبها، توفير قواعد عمل لحكومات المنطقة وبالذات الحكومة العراقية. الآن يوشك كل ذلك أن ينهار. الحكومة العراقية توشك أن تصبح حكومة روغ، يعني منشقة بالتعبير الأمريكي، أو حكومة عدوة شأنها شأن الحكومة الإيرانية والحكومة السورية وحكومة كوريا الشمالية ومن هذا الحساب. وهذا أمر يقوض إلى حد كبير كل جهود الناتو في العراق وفي المنطقة على حد سواء. لهذا الناتو مهتم أن يعرف من الرئيس الأمريكي الآن ما هي الخطة لمواجهة هذا الموضوع، كيف يمكن تدارك أن يتحول العراق إلى دولة مارقة أو دولة عدوة أو دولة تحت طائلة العقوبات الأمريكية والعقوبات الدولية، كيف يمكن الحيلولة سقوط العراق في فخ النفوذ الكامل الإيراني في المنطقة، وهذا ما أدت إلى ضربة قاسم سليماني الأخيرة. طيب في حال يعني فيما يتعلق بالدول الأوروبية أيضا، هناك يعني لهجة يعني من بعد أن صعدت إيران بموضوع تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال إن أوروبا لديها دور فيما يتعلق بالتصعيد الأخير وفي ظل الصراع. يعني برأيك اليوم هل الدول الأوروبية قادرة فعلا على الدخول كوساطة؟ هي حاولت منذ فترة بما يتعلق بالاتفاق النووي، ولكن اليوم فيما يتعلق بالتصعيد الحاصل هل الدول الأوروبية قادرة على الدخول كوساطة حقيقية بين الجانبين؟ يعني من الصعب جدا تصور وساطة في هذه الفترة من أي جهة كان. يعني أمس حاولت تركيا تلعب دور الوساطة وأعلنت
يعني فشلها في هذا الموضوع. الآن إيران أصيبت في الصميم في هيبتها كدولة وقدرتها كدولة بمقتل شخصية كبيرة ومسؤول كبير يرقى إلى مستوى رئيس الدولة. يعني قاسم سليماني لم يكن مجرد مسؤول إيراني، كان بمثابة رئيس دولة المصالح الإيرانية خارج إيران. نعم. وكان مقدر له أن يلعب دور أساسي. فبالتالي هذه الضربة من الصعب على أي طرف كان أن يعني يغطي هذا الأمر ويجعل له مخرج دبلوماسي في الموضوع. الولايات المتحدة أعلنت أنها غير نادمة، بل بالعكس بررت هذا الموضوع بأنه حماية لمصالحها وأنه العالم أصبح أكثر أمنا، ومن غير المتوقع حتى من شخصية ترامب أن يتراجع. ثم إذا افترضنا أن هناك تراجع من الولايات المتحدة، كيف سيكون؟ كيف، ما هو التي يمكن بها أرضاء إيران عبر هذا التراجع؟ فبالتالي ليس من المتوقع أن تكون هناك أي وساطة في هذه الفترة قادرة على جسر الهوة بين الطرفين، علما أن الوساطات اللي قامت قبل هذه الحادثة فشلت نهائيا في جسر الهوة بين الطرفين، فما بالك بعد مقة سليماني. طيب فيما يتعلق بقرار البرلمان، يعني يوم أمس دكتور كما تعلم صدق على قرار إلغاء تواجد أي قوات أجنبية من ضمنها القوات الأمريكية في العراق، هذا القرار يعني الحكومة العراقية موقفها من هذا القرار ما هو، وإلى أي مدى ممكن أن يتم تطبيقه فعليا؟ أولا لا يوجد شيء اسمه حكومة عراقية. حقيقة الأمر هناك أوامر تصدر من طهران للطبقة السياسية العراقية في المنطقة الخضراء فتنفذها. ونحن قلنا منذ أكثر من يعني منذ 2010 ولحد الآن أن الوضع في العراق تحت السيطرة الإيرانية مباشرة، النفوذ الأمريكي يتحول شيئا فشيئا، يتماهى مع الخيال، يتماهى مع الوضع الشبحي، يتقلص تدريجيا إلى درجة العدم حقيقة. نعم. وهذه أزمة كبيرة توضحت أمس بأجلى صورها. بقاء النفوذ الأمريكي سابقا في العراق كان بموافقة من إيران ومصلحة إيران. الآن إيران وضعت نفسها أو وضعت في موضع لا تستطيع فيه الاستفادة بعد الآن من النفوذ الأمريكي، فلهذا قررت أن تنهيه. الحكومة العراقية عبارة عن منفذ أمين لما تريده إيران، توضح هذا تماما. لو كانت هناك أدنى تفكير بمصلحة العراق لكان ينبغي على العراقيين أو الطبقة السياسية البائسة التي تحكم العراق أن تدرك أنها تعيش على تصدير النفط، وأن قرار الولايات المتحدة بمقاطعة العراق اقتصاديا ومنع الدولار من التعامل مع العراق يعني القضاء المبرم على الاقتصاد العراقي. طيب. طبعا حتى نكون منصفين نقول أنه أيضا ليس من السهل عالميا مقاطعة 4.5 مليون برميل يوميا يقوم بالعراق برفض السوق العالمية للنفط بها، هذه أيضا خيار صعب للولايات المتحدة أن تنفذه. لكن الذي يعرف إصرار ترامب وطريقته التعامله لا يستغرب أبدا أن يشن ترامب مثل هذه الحرب الاقتصادية على العراق فيما لو قرر ذلك. نعم، أشكرك جزيلا الشكر دكتور الناصر دريد المحلل السياسي العراقي، شكرا لك جزيلا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في المنتصف، ومستمرون أيضا في الحديث عن تداعيات التصعيد الأخير الحاصل بين واشنطن وطهران. سنخرج لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار والنقاش مع ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، مستمرون معكم في المنتصف، وأرحب بضيفي الذي انضم إلينا قبل قليل الدكتور أيمن خالد الكاتب والإعلامي العراقي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أيمن. أهلا ومرحبا بك أخي، حياكم الله. أهلا ومرحبا بك. تابعنا التقرير منذ بداية الحلقة. نعم. تصعيد مستمر في اللهجة في التهديدات منذ فجر الجمعة. نعم. منذ مقتل سليماني وحتى هذه اللحظة دخل على خط التهديدات اليوم العراق بعد تهديد دونالد ترامب للعراق في إنزال أقوى قوات أو أقوى عقوبات اقتصادية وغير مسبوقة
حتى أقوى من العقوبات على المفروضة على إيران. اليوم دلالات هذه التهديدات الثلاثية المتواجدة بين إيران وطهران والولايات المتحدة والعراق. نبدأ إذن من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التهديد يعني بحكم يعني قوة الهيمنة الاستخباراتية وقوة الهيمنة العسكرية اللي موجودة من خلال قواعدها في العراق ومن خلال قواعدها المحيطة بإيران والعراق في يعني منطقة الخليج وفي آسيا وفي والولايات المتحدة الأمريكية لا تنكر يعني هذه القدرة، وهي برهنت على هذا الأمر من خلال يعني حادث لما قتل سليماني والمهندس يعني بطريقة يعني فنية أذهلت العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك اقتصاد حتى إذا لم تمتلكه يعني بشكل واضح، لكنها قادرة على أن تدير دفة الاقتصاد العالمي باتجاهها بالوقت المناسب، يعني من خلال يعني عجلة يعني البيع الأسلحة الاقتصادي اللي هو أساسا يعني السيطرة على منابع النفط سواء في العراق أو في الخليج، يعني الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية. يبقى موضوع إيران يعني قولا واحدا، إيران يعني تعتبر من الدول الإقليمية القوية مسيطرة، عندها ثلاث قوى ممكن تتحكم بها، يعني قوتها البحرية يعني معروفة على يعني إقليميا، لديها أذرع في الدول المجاورة، ويعني قوة الحرس الجمهوري اللي هي تستخدمه بالأساس لهذه الأمور. يبقى موضوع العراق، الحقيقة العراق هذا ما يعني يؤسفنا ويزعجنا، العراق هو ليس لديه ما بعد احتلال العراق عام 2003 لا تستطيع أن تتحدث عن قوة عسكرية عراقية. يعني هم يعني كل اللي عملوا أنه وضعوا مؤسسة عسكرية يعني من يعني تجميع من ميليشيات أو من أفراد آخرين من دون عقيدة يعني عسكرية واضحة ولا آليات عسكرية قادرة على المواجهة في مثل هذه المواجهات. إشكالية العراق طبعا أمنيا أنها هي أساسا تعتمد على المعاهدة الأمنية، المعاهدة الأمنية اللي توفر لها الحماية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا عندما اهتز الأمر يعني مجرد أنه قدم البرلمان يعني مقترح أو قرار الحقيقة اللي صادق عليه البرلمان بإنهاء هذه المعاهدة، ارتفع الدولار ارتفاع اليوم هائل جدا في العراق وشحت المواد في السوق. ليش؟ لأنه يعني العراق بعد والمسألة طبيعية، بلد محتل من قوة عظمى، هذه القوة يعني غير متكافئة ما بين العراق وما بين الولايات المتحدة الأمريكية فتركت آثارها. نعتقد يعني بأنه المواجهة هي سوف تكون على الأرض الأكثر انخفاضا استراتيجيا اللي هي طبعا العراق بهالحالة، لأنه يعني إيران ما زالت دولة يعني متماسكة والولايات المتحدة الأمريكية كما تعلم، يبقى العراق هو الساحة المقبلة من الصراع المتوقع طبعا. اليوم يعني كما تعلم تم تشييع قاسم سليماني في طهران بحضور عدد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين. القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاني تحدث وقال وهدد مرة أخرى يعني كما هدد سلفه وكما هدد يعني كل المسؤولين بأنه يسعى لطرد الولايات المتحدة، والعزاء الوحيد لنا في قاسم سليماني هكذا قال يعني إسماعيل قاني هو خروج الولايات المتحدة من المنطقة إلى الأبد. هذا الكلام توافق مع تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله يوم أمس أيضا بأن خروج الولايات المتحدة هو أيضا عزاؤنا في مقتل قاسم سليماني. أيضا تهديدات الميليشيات المتواجدة قاسم الخزعلي وبدر وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري، الكل اجتمع على هذه الأمنية خروج القوات الأمريكية من القرار هم يعتبروا أو هذا القرار اعتباره. إلى أي مدى هذا التوافق وهذا الاجتماع إن كان في طهران وفي بيروت وفي بغداد قادر فعليا على إخراج القوات الأمريكية؟ والله هو هذا السؤال، وبسؤال آخر نجيب يعني أخي فاتح، لنقول يعني ماذا ينتظرون يعني الولايات المتحدة الأمريكية في العراق من عام 2003؟ يعني إذا كان يعني مقتل سليماني هو سبب بإخراجها يعني فهم مدانين بهذا الأمر، يعني إذا هم لديهم القدرة لماذا تأخروا؟ يعني لماذا تأخروا 16 سنة صار الولايات المتحدة الأمريكية موجودة؟ لا، هذا نوع من التهديد هو طبيعي، يعني أي دولة يعني تضرب بهذه الضربة التي تلقتها إيران وأذرعها ممكن تقول هذا الكلام، ولا يعني إحنا عم دافعنا لا في محض الدفاع عن أمريكا، نتمنى لأمريكا يشيلوها ويطلعوها من هذه أمنية، لكنه أنه أنا فقط يعني أعطي وعود وأحشد الحشود وبعدين تكون المحرقة من أبناء العراق مثلا هل كتب عليهم يعني أن الكل
الكل يواجه بعضه على دماء العراقيين في أرض العراق. يعني طيب يعني ما هي المصلحة العراقية من طبيعة هذا الصراع؟ نعتقد بأنه هذه مبالغة، الولايات المتحدة الأمريكية لن تخرج بسهولة. وأنا كما أشرت لك في بداية الحديث، مجرد أنه يعني الرئيس الأمريكي قال إذا طالبوا فانسحبنا، مجرد الأموال الطائلة بالمليارات اللي بنوا بها القواعد بموجب المعاهدة الأمنية تحمل العراق إذا هو أخل بهذه الاتفاقية. نعم. ونهاية الاتفاقيات الأمنية أو الاتفاقية الموقعة بنودها موجودة يعني كثيرة، يعني تحمل العراق ما لا يتحمله، إضافة إلى أنه من يحمي العراق؟ يعني الإشكالية العراق الآن يعني تلبست به كثير من الأمور والمحن، يعني فيك نقول فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني العملية السياسية نفس العملية السياسية في العراق. نحن نعلم يعني كل ما يصير خلاف في موضوع يعني تعيين رئيس الوزراء لا يتفقون، حتى القوائم لا تحكمهم، حتى التحالفات لا تحكم المنظومة السياسية إلا أن يأتي وزير الخارجية في كل مرة الأمريكية ويحسم هذا الموضوع. عملية سياسية أساسا متعلقة وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وأشرفت معها الأطراف الأخرى الإقليمية مثل إيران اللي دخلت، ولكنها دخلت بقوة وأرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقلم أظفارها. يعني فلهذا يعني هذا الكلام فيه مبالغة كبيرة جدا. ولو كان العراق قادر أو الميليشيات العراقية أو الحشد العراقي قادر على هذا الفعل لكان فعله، وكنا له منذ زمن يعني. كنا له سنشكره وسنأخذ له التحية يعني إحنا. طيب فيما يتعلق بأيضا موضوع التصعيد والتهديدات، انتشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة سميت بكتاب الحسين، هددت وقالت أنها هي كتاب استشهادية، هكذا قالت سنرد على مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. نتابع هذه اللقطات وحديث هذه الكتائب ثم نعود للتعليق عليها. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام لنتابع. والله خير الماكرين، صدق الله العلي العظيم. الرحمن كل ود لا شهدان الأبرار، والخزي والعار لا أعداء الله والدين. وكما قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: العين بالعين والسن بالسن. نحن شرية الإمام الحسين عليه السلام الاستشهادية، سوف تكون لنا صولة مع الشيطان الأكبر أمريكا عدوة الشعوب في القريب العاجل إن شاء الله. إذن دكتور أيمن، يعني هذه مجموعات جديدة خرجت في سياق التهديدات المتواصلة من قبل إيران، كتائب استشهادية هكذا أطلق عليها أو هكذا يعني هم أطلقوا على أنفسهم. اليوم هذه الكتائب يعني إلى أي مدى ممكن أن تشكل أي خطر على المصالح الأمريكية إن كان في العراق وإن كان في الخارج؟ لا تشكل شيء. هاي الكتائب كان من باب أولى لما كان جندي الأمريكي ب 2003 في يعني يمشي بآليته في الشوارع العراقية من 2003 إلى 2008. نعم. كان من الأفراد من اللي كان عليها أن تتشكل من ذاك الزمان وتضربه في الشارع. الآن الجندي الأمريكي موجود بالقواعد الأمريكية على بعد يعني مئات الكيلومترات، عشرات الكيلومترات ما تقدر توصل. يعني هذا الأمر هو تخريب مصالح، ضرب يعني خلق حالة داخل العراق، مناكفات ما بين تيارات وأحزاب داخل العراق. أما أنه المصالح الأمريكية العليا، يعني أنا أعتقد أنه هذا الموضوع احنا نذهب الى المحاكمات العقليه للامور، لانه احنا شفنا يعني وكف عظه لاولي الالباب ما جرب، واحنا ما عاد نريد نجرب هاي الحكايه. صحيح. واحد لا يعني ملثم وشايل تضرب من هو امريكا بالجو، تقدر توصلها بالجو، امريكا بالقاعده العسكريه توصلها بالقاعده العسكريه، وليس تثبيط من اعمال المقاومه. مع المقاومه احنا كتبنا واحنا قلنا عن المقاومه، وما زلنا نقول ان المقاومه حق مشروع للامم وحق مشروع لاي دوله تقع تحت الاحتلال. وانا كنت امبارح كاتب هذا الامر، كنت كاتبه 2014 كتبته وغيري، وكتبنا منذ عام 2003 ونحث على هذا الامر. لكن هسه يعني في هذه في 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 ظل هذه الظروف، يعني انا اعتقد ان هناك اشكاليه كبيره في العراق توجب اعمال العقل خير من اهماله في هذه المرحله. نعم. العراق يتعرض الى تقاطعات كبيره، يعني هناك اشكاليات يعني ما بين الوضع الامريكي والوضع الايراني. ايران لها اجنده يعني واضحه، اجندتهم يعني تصور شكلوا المقاومه الدوليه،
ما هو مفهوم المقاومة الدولية؟ هل العراق يعني الآن يعني يدخل بمقاومة دولية؟ العراق الآن في ظل نظام دولي، في ظل نظام دولي يحترم حدود وسيادات الأمم، يفترض أن أقول يعني يفترض هذا الأمر يعني. طيب مقاومة دولية منين تجيب لي مقاتلين؟ يعني مرة أخرى نأتي بمقاتلين من الخارج، نعد ونستنسخ صورة الإرهاب وداعش مرة ثانية، ونجعل العالم يطلقون علينا الأحكام بأن العراقيين إرهابيين ويأتون بجيوش مرة أخرى، ونعمل على إسقاط المدن وقتل الناس مرة أخرى. لا، هذا يعني هذا زيادة بالله، يعني هذا الأمر مقلق يعني. طيب، الأمر مقلق جدا. لذلك أنا أعتقد إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة بحسم الموضوع، هي الوحيدة القادر على الفعل في الأرض، وهي أثبتت هذا الأمر. لكن هذا ليس معناه بأن الولايات المتحدة الأمريكية مرحب بها، إنما هي الظروف أحيانا، الظروف أحيانا تحكم، يعني تحكم بهذا الأمر. وبالمناسبة مرة أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية عليها التزام وواجب قانوني وأدبي أن تحفظ، أن تحفظ أمن وسيادة العراق، لأنها هي الدولة التي احتلت العراق وأسقطت منظومته الأمنية وأسقطت قوانينه، وهي مسؤولة بموجب القوانين الدولية. يعني عندما يطلب العراق الآن من الولايات المتحدة الأمريكية الحماية، فهو يطلبها بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الإنساني الأخلاقي. لا، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة أمام العالم، ومسؤولة أمام نفسها، ومسؤولة أمام القانون الدولي بأنها توفر الحماية للعراق، لأنه هي التي احتلت العراق خارج الشرعية الدولية. طيب، سنعود لاستكمال الحديث دكتور أيمن، ولكن الآن اسمح لنا أن نرحب بضيفنا الباحث في الشأن العراقي السيد عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الأعزاء الكرام. حياكم الله، أهلا ومرحبا بك. فيما يتعلق بقرار البرلمان يوم أمس وعزوف بعض النواب من السنة والأكراد، وفي الأخير يعني تم استصدار قرار يعني يقضي بإرسال القوات أو عدم بقاء القوات الأجنبية ومن ضمنها القوات الأمريكية في العراق اليوم، إلى أي مدى هذا القرار ممكن أن يطبق بالفعل؟ من المعلوم تماما لابد ان نبحث عن آلية القانونية التي يتم من خلالها إلزام القوانين بالشأن العراقي، وبالتالي لابد من هكذا قوانين ان ترسل اولا من الحكومة، ثم ان تذهب باتجاه البرلمان للدائرة القانونية، وبالتالي تكييفها قانونيا وعرضها على قراءة اولى وقراءة ثانية حتى يصدر قانون. وبالتالي ما حدث يوم مجرد مشاعر جياشة بعض الذين ينتمون إلى إيران، وبالتالي يحبون لأنهم جزء من أوصلهم إلى قوة البرلمان هو قاسم سليمان. في هذا الوقت حقيقة لا مقال لما جرى أمس جلسة ما يسمى البرلمان حال فقط شرعية تظاهرات عراقية كثيرة. لذلك حقيقة قانون اتفاقية طويلة أمس استراتيجية التي وقع مع الجانب الأمريكي، والتي كانت مرفوضة أصلاً لأنها حقيقة إبداعات اتفاقية، قوانينها تنص على أنه لا بد هناك أولاً عام رئيس الحكومة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الشعار يقابل شعار آخر، ثم الذهاب إلى التفاصيل، فلا بد أن تكون هذه التفاصيل بعد سنة كامل. لذلك حقيقة ما جرى هو عملية انتفاض ضغط الرئيس البرلمان ورئيس الحكومة الذين حتى المعلومات ترشح أن اعتذر كثير الأمريكي ليلا. لذلك حقا أراد انتفاض ديشات موجودة داخل البرلمان وتحكم قرار البرلمان، أفضل على أن الحضور هو 38 لنائب البرلمان، وهذا حقا لا يمكن الاعتماد عليه، لابد أن يحصل. طيب، 70 برلمان سيد عبد القادر، يعني فيما يتعلق، طيب سيد عبد القادر، فيما يتعلق بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تعلم هو هدد بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، وقال أنها ستكون أقسى من العقوبات التي فرضت على إيران. اليوم في المقابل طبعا يعني طهران تضغط على الميليشيات الحاكمة فعليا للعراق بإخراج القوات الأمريكية من داخل العراق. إلى أي مدى ممكن للحكومة العراقية أن توازن في علاقاتها اليوم بين طهران وواشنطن؟ الحكومة فاقدة لكل التوازن، لأن الذي يسيطر على الحكومة هي الميليشيات الإيرانية، وبالتالي سنشهد تصعيدا آخر من نوع، وإلا كيف يمكن قانونا وحسب القوانين النافذة في العراق أن يدعو على سبيل المثال مقتضى الصدر إلى تسجيل أفواج ما أسماها بالمقاومة الدولية؟
يعني هذا تهريج قانوني كبير، والا قوانين العراقيه 11 قانون عقوبات واضح تماما لمن يمثل مجاميع مسلحه في اطار اقليمي ودول ويتخذ في ارض العراق مقرا لهذه الدعوات. لذلك ما يجب هو لا بد او انتهاء العمليه السياسيه كامل التي هي ميته تاريخيا فيما مضى، وبالتالي امام احداث اخرى. اما قانونيا انه الرئيس الامريكي هذه المعلومه في اتفاقيه الاطار الاستراتيجي ايضا ضمنت مع انها موجوده من عام 2003 ان تم انشاء مقر عراق او غرفه عمليات داخل البنك الفدرالي الامريكي وبحمايه الرئيس الامريكي، وتجدد نعم شهر 5 هذه الوصايه بحيث تعلم العراقيه داخل هذا البنك. وضحت النقطه. نعم وضحت، اشكرك. أشكرك جزيل الشكر ناشط أو الباحث في الشأن العراقي السيد عبد القادر النايل، شكرا لك جزيلا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. أعود إليك دكتور أيمن، يعني فيما يتعلق بهذا القرار أيضا قانونيا، اليوم الحكومة العراقية هي حكومة تصريف أعمال كما تعلم، إلى أي مدى ممكن أو قانونيا ممكن إلغاء أي اتفاقية أو معاهدة دولية خصوصا فيما يتعلق بإخراج القوات الأمريكية من العراق؟ هو قانون، يعني قانون المعاهدة نفسها أو قانون الاتفاقية ما لم يشير إلى هذا الأمر، بس فقط في إطار الحكومة العراقية. نعم. يبقى موضوع الحكومة العراقية إذا كانت تحت نظرية الظروف الطارئة، الظروف الطارئة مثلا لو حدث اعتداء الآن، لو حدث اعتداء بالظروف الطبيعية بأي دولة، اعتداء مباشر يعني يستدعي اتخاذ القرار، فاتخذ القرار لأنه هذا من الأمور، يعني الأمور الطارئة. فإذا هم اعتبروه بتفسيرهم من أمور الطارئة فهي حكومة تصريف أعمال موجودة ممكن تتخذ، لكنه من اللياقة السياسية والأداب السياسية أن حكومات تصريف الأعمال تبقى في تصريف الأعمال البسيطة حتى لا تتخذ فيها قرارات ما يتعلق بالميزانيات، ما يتعلق بالحرمة، إلا في حالات الظروف الطارئة. ربما يقول لك إحنا تحت ظرف طارئ معين، لكنه هل يحق، السؤال الأهم، هل يحق أنه إلغاء المعاهدة من طرف واحد من قبل الحكومة العراقية؟ نعم. طبيعة المعاهدة التي وقعت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية يعني فيها إجراءات ومراحل معينة، يعني تعرض يعني على الأسباب موافقة الطرفين، هناك متعلقات مالية، هناك متعلقات يعني هل هذا الطرح يعني مقبول دوليا، يعني إدخال يعني في حالة الخلاف تدخل إلى التحكيم الدولي، هناك طرق أخرى كثيرة يعني. فلهذا نعتقد بأنه هذا الكلام يعني في هذه المرحلة هو رد فعل وانفعال. الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذا الكلام، يعني هي مجرد سمعت بهذا الكلام بدأت يعني بتهديداتها المالية الواضحة والعسكرية الواضحة أكثر. المسألة الأخرى أن هذه الاتفاقية الأمنية الآن الولايات المتحدة الأمريكية عندها قوانين دولية تتحرك بموجبها أكثر حتى من الاتفاقية الدولية. نعم. يعني هي استصدرت قرار داخل الكونغرس أنه متابعة وملاحقة من يضرب المصالح الأمريكية أينما وجد، عومت واعتبرت قانون الإرهاب قانون عالمي تذهب بموجبه إلى أي مكان، والعراق موقع على هذا الأمر. من يفسر الإرهاب؟ ستفسر الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها هي الطرف الأكبر. هذا الأمر يعني راد له شرح ساعات ونتحدث فيه. هناك أصلاً هناك مواد موجودة، يعني مواد أو فقرات ضمن مواد موجودة في الاتفاقية الأمنية، أنه إضافة إلى الحق في الحماية للمصالح الأمريكية في فقرة موجودة تقول لا يجوز إدخال أطراف معادية لأي من الطرفين إلى العراق. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقول لهم أنتم دخلتم إيران، وأنا أقول أنه إيران دولة معادية. يعني هناك خرق كثير بموضوع الاتفاقية، اتفاقية طويلة. نعم. هذه من الاتفاقيات تسمى عادة بالقانون الاتفاقيات غير المتكافئة المعقودة، يعني تصير وقت الحروب يعني. طيب الحكومة اليوم العراقية هي مدفوعة من إيران ومن الميليشيات الداعمة لها إيران في العراق. نعم. لإخراج القوات الأمريكية بشكل أو بآخر أو القوات الأجنبية بشكل عام، اليوم كيف ممكن أن توازن العراق في علاقتها مع واشنطن وطهران؟ لا تستطيع هي، يعني يفترض على العراق أن الحكومة العراقية أن تكون أكثر حلم بهذه المرحلة وتعرف يعني حدود وقدرات وقابلياتها، لأنه الآن يعني الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا ليس اليوم، منذ يشوف من بعد الحرب العالمية الثانية هيمنت الولايات المتحدة الأمريكية وأعلنت سياسة، شوف شلون سياسة، مش يعني ليس مع العراق المحتل يعني الدولة البسيطة الآن يعني، وهذا ما يؤسفنا، مع العالم، مع روسيا، مع الاتحاد السوفيتي، عملتها وهي سياسة ملء الفراغ. من يملأ الفراغ؟ كانت تحذر أي منطقة بالعالم لا يملأ الفراغ إلا الولايات المتحدة الأمريكية من الخمسينات،
الخمسينات والستينات، نعم. يعني حصل بكل الدول، فكيف بالولايات المتحدة الأمريكية ونحن الآن في عام 2020 وهي موجودة بأساطيرها وقواعدها داخل الحدود العراقية أن تتعرض إلى قرار مثل العراق وتذهب وتترك الأرض؟ طيب. هذا موضوع يعني يحتاج له تفكير وعمق. اليوم يعني فيما يتعلق بالرد الإيراني منذ مقتل قاسم سليماني فجر الجمعة وحتى هذه اللحظة، في الكثير من وسائل الإعلام وأيضا القنوات والصحف تحليلات أين ومتى سترد إيران على مقتل قاسم سليماني. يوم أمس شرعت إيران بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وصلت إلى المرحلة الخامسة والنهائية كما تعلم. اليوم هذا التقليص هل يعتبر رد مباشر أو غير مباشر أو بشكل من الأشكال؟ يعني هو ملف ممكن تلعبي يعني طهران بهذا الأمر، كون أنه يعني هذا الملف يعني أساسا جهات الداعمة فيه دول ذات اعتبار. عندما تتحدث فأنت تتحدث عن مجموعة الدول الخمس معاها، تتحدث عن ألمانيا، تتحدث عن فرنسا، الاتحاد الأوروبي، تتحدث عن روسيا، نعم. فممكن أنه يعني تفعيل العوامل الدبلوماسية والسياسية بأدوات الضغط عن طريق هذا الملف اللي هو الملف النووي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كذلك يعني لديها أدوات الضغط العالية، بحيث أنه يعني الآن شوف يعني التحالف الدولي قادر الولايات المتحدة الأمريكية على أن تحركه وهي العنصر الفاعل به والنسبة الأكبر فيه. موضوع أليسنا اليوم كان اجتماع للناتو، اجتماع لحلف شمال الأطلسي اليوم، نعم، لبحث التصعيد الحاصل. شوف الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي صاحبة يعني التأثير الأكبر في هذا الحلف، فعندما تعود إلى الملف النووي كأداة من أدوات الضغط اللي يعني الإيراني تضغط بها، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية لديها أدوات ضغط عالية جدا. يعني مجرد أنها أعلنت الحصار على إيران، عاقبت ترى يعني انت لو تلاحظ الى عادل عبد المهدي، عادل يخضع الى عقوبه، اختبرته الولايات المتحده الامريكيه بموقفه من الحصار عندما تراخى باتخاذ القرار او باتباع القرار الامريكي بتنفيذ الحصار على ايران، طلب تاجيل مره ومرتين حتى بالنسبه للحشد الشعبي، وكان مطالب بان ينهيه وانطى موعد بهذا الموعد لكنه يعني اخلف. هي جملة أمور وتوازنات، يعني توازنات قوى استراتيجية وعسكرية وسياسية، من القادر على استثمارها وقوى اقتصادية القادر على استثمارها، يعني بالنتيجة يعني الولايات المتحدة الأمريكية. هل إيران هي دولة غائبة؟ لا طبعا، عيب هذا الكلام. إيران كذلك يعني دولة ما زالت يعني هي متماسكة، لديها أذرع تتعامل بها، لديها المضايق، يعني المضيق اللي هو خمس نفط العالم يتحرك عبر هذا، ولكن الولايات المتحدة قادرة على المزيد من الضغط من خلال العقوبات. لكن بالنتيجة كذلك إيران موجودة قادرة على العبث يعني. لكن إيران هل إيران هذه الدولة تريد أن تسقط نظامها فتدخل؟ لا، أنا أعتقد إيران ستتدخل بجزئيات معينة، والدرس الأمريكي كان واضحا، وإيران لن تضحي بنظامها، وهي قادرة على أن يعني على أن تدخل بأمور، وأساسا قادرة على أن تلعب لعبة التضليل من خلال يعني كما لاحظت يعني ملثمين يمشون كذا تعطي صورة ذهنية للناس بأن هناك قوة حقيقية. لا، الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي. طيب. الدول الأوروبية اليوم دكتور أيمن يعني فيما يتعلق بتقليص التزامات إيران يوم أمس، هي يعني ردود فعل ممتعضة من هذا القرار. نعم. اليوم هناك اجتماع أيضا للناتو بمشاركة بعض الدول الأوروبية، اليوم إلى أي مدى ممكن أن تكون هناك وساطة أوروبية بين واشنطن وطهران قادرة على حل التصعيد الأخير وأيضا الملف النووي بما أنه حضر يعني في الفترة الأخيرة؟ بقدر ما هو يحقق المصلحة، يعني الاتحاد الأوروبي يعني بعدين بروز الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني الإمبراطورية وصاحبة القرار الأخير. نعم. يعني الدول الأوروبية كذلك يعني تأثيرها لا يغيب حتما يعني، لكنها تتعامل بالبراغماتية، يعني بقدر ما يحقق لها المصلحة بأن تكون مصادر الطاقة ميسرة لها، محافظتها على السوق العالمي، محافظتها على يعني علاقاتها الطبيعية والاستراتيجية مع يعني مع الشرق الأوسط، ستتعامل يعني وفق ما تقوده المصلحة. لكن اتخاذ يعني موقف صارم وقوي ويعرض إلى يعني لا أعتقد على. طيب. بهذا الأمر موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فيما يتعلق ب الداخل الأمريكي بعد مقتل قاسم سليماني وبعد هذه العملية، عملية التصفية، وبعد هذه المؤشرات اللي حصلت اليوم في اليومين الماضيين وحتى هذه اللحظة وهو مقبل على انتخابات كما تعلم، الموقف الداخلي برأيك لدونالد ترامب
إيجابي أم سلبي؟ هم لديهم تجربة، الولايات المتحدة الأمريكية لديها تجربة بهذا الموضوع قبل، يعني قبل كل انتخابات أو يعني اتخاذ بسياسات داخلية معينة تعمل يعني عمل معين يعني يلفت الانتباه ويحقق نتائج إيجابية بالنسبة لهم ويبرز هذه الدولة كدولة قوية ومهيمنة. عملها بيل كلينتون بال 98 مع العراق، يعني عندما يعني كانت قبل الانتخابات بفترة قليلة حقق فيها يعني نجاح ما. أنا أعتقد أنه على المستوى الداخلي الأمريكي نعم، يعني دونالد ترامب يعني أعطى يعني صورة ذهنية بأنه يعني ذلك الرجل القوي القادر على اتخاذ القرار بالوقت المناسب أن يحمي المصالح الأمريكية، خصوصا بعد الاعتداء على السفارة في أي طبعا يعني بالضبط، يحمي يعني السفارة، يحمي رمزية الولايات المتحدة الأمريكية في العالم ويحمي مصالحها. أنا أعتقد أنه يعني هذه وإن كان هو ليس هو هذا السبب الأساسي لكنه نعم. واحد من تلك الأسباب، لأنه إحنا متفقين عادة بأنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحرك هي تتحرك بجملة أهداف ليس بهدف واحد، هذا بسبب قدرة أو قوة المرونة الموجودة أو مرونة القوة اثنينها يعني الموجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك بعدة أهداف. هذه هي ظروف الدول المهيمنة عبر التاريخ. صحيح. طيب الآن دكتور أيمن في آخر دقائق المتبقية دعنا نتابع بعض التغريدات على موقع تويتر للناشطين العرب فيما يتعلق بالتصعيد الأخير الحاصل بين واشنطن وطهران. نبدأ بالتغريدة الأولى مشاهدينا الكرام لمحمد مجيد الأحوازي، قال فيها: سليماني ليس بشهيد القدس، القدس لها رجالاتها الشجعان وأهلها الكرام وأبطالها الأحرار الذين لم ولن تتلطخ أيديهم بدماء المسلمين العرب. أما التغريدة الثانية للدكتور إبراهيم الحمامي تحدث بها وقال: من يتابع اجتماع البرلمان العراقي يخرج بنتيجة واحدة لا ثاني لها، هو اجتماع للبرلمان الإيراني لكن في بغداد وليس في طهران، فرع صغير تابع لا علاقة له بالعراق ومصلحة العراق، قرارات إيرانية بامتياز ستجعل من العراق ساحة مواجهة وتصفية حسابات، يدركون ذلك فهم ليسوا أغبياء لكنهم عملاء. أما التغريدة الثالثة للسيد عماد السامرائي كتب فيها وقال: الاستراتيجية الإيرانية الآن تنقسم إلى قسمين، زيادة جرعة المخدرات والعلف الإعلامي واستعادة انتفاخة الديك الرومي للحفاظ على الهيبة، الثاني الضرب على وتر التصنيف الشيعي السني في العراق بعد أن انحسر كثيرا بعد الثورة العراقية، وهذا ما يقوم به إعلاميون عرب من السنة يلحون في استعادة هذا الخطاب. أما التغريدة الرابعة لمجاهد الطائي قال فيها: شهيد القدس لم يقتل إسرائيليا واحدا، قتل المقاومة السنية في سوريا والعراق، يدعم المقاومة الفلسطينية من أجل تحسين شروطه التفاوضية في مشروعه النووي وليس من أجل تحرير القدس، فمن يقتل غدرا ومن ينتهك عرضا ومن يدمر وطنا ومن يفسد في الأرض ليس شهيدا ولا مقاوما إنما سفاحا. أما التغريدة الأخيرة مشاهدينا الكرام لشهو القرداغي تحدث وقال: تهديد ترامب بفرض عقوبات شديدة على العراق إذا أجبرت القوات الأمريكية أو إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة دليل على نجاح إيران في ربط مصير العراق بمصير محور المقاومة الإيرانية، في حال فرضت العقوبات على العراق هل بإمكان الخزعلي وهادي العامري إدارة الدولة وتحمل العقوبات أو يريدون فقط توريط المواطنين؟ دكتور أيمن قبل أن نختم يعني تعليقك على هذه التغريدات، والسؤال الأخير يعني الثورة العراقية إلى أين وصلت فيما يتعلق بهذه المعطيات؟ تمام جيد شكرا. بالنسبة للأحوازي يقول يعني سليماني ليس بشهيد القدس، هذا الموضوع أثار الرأي العام العربي والإسلامي باعتبار أنه أهم دولتين يعني في الوطن العربي، بل يعني عبر العمق الإسلامي العراق وسوريا قتل مئات الآلاف على يد قاسم سليماني. ليس من الطبيعي أن يظهر إلينا يعني أحدهم فيقول بأن سليماني يعني هو شهيد القدس، يعني هذا تجني، وأنا أعتقد يعني هذا القول مردود وسيعرض قائله إلى يعني إلى انهيار. قد أنا أعتقد أنه من المفترض على قال هذا أن يعتزل الحياة السياسية لأن هذا عيب. إبراهيم الحمامي قال: البرلمان الإيراني يجتمع في بغداد، فقد هو من شخصيات عراقية لكن الأجندة إيرانية. نعم، لأنه العراق الآن يعني ليس لديه القدرة على أن يكون الصوت عراقيا، العراق مختطف. الأخ السامرائي قال: المخدرات والعلف والديك الرومي وكذا، هو يعني نقد بناء ولكنه نقد
صحيح لكنه جارح يعني العبارات جارحة قاسية, بعض قاسية وبنفس الوقت يعني هي العبارات القاسية لا تأتي إلا في الظروف القاسية. الأخ مجاهد الطائي هو يتكلم أيضاً مع الأحوازي وأنا كذلك أتكلم معكم لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. عندنا شاه القرداغي القرداغي يقول يعني مصير يتحدث عن مصير المقاومة في أو إدخال العراق في محور المقاومة, وهل هذه العامل والخزع لقادرين على تحمل مسؤولية هذا؟ هذا طبعا والله يعني كأنه هو في قلبي أنا, يعني أنا بنفس هذه الفكرة منذ اليوم الأول. نحن أمام مشهد سيكون يعني يأخذ فترة معينة, مشهد يشبه حكاية لبنان وموضوع المقاومة. أنا أقول له القرداغي المقاومة العراقية من عام 2003 إلى عام 2008 هي المقاومة المعبرة عن العراق عندما كان الجندي الأمريكي يجندل في الشارع هو وآلياته. هذه هي المقاومة التي حاربتها الولايات المتحدة الأمريكية وحاربتها إيران وأذرع إيران باسم الإرهاب, وهذا الأمر ثابت بالنسبة للثورة العراقية. الثورة لا تنتهي وإرادات الشعوب عبر التاريخ الحاكم في الأمر يعني يمرون يعني بمنعطفات واهتزازات, ولكنه الممثل الشرعي الآن في العراق الشرعي في العراق هي الثورة العراقية المعبرة عن حركة التحرر العراقية التي هي بنيت منذ عام 2003 تعرضت للانعطافات وانكسارات نعم, لكنه تبقى الثورة العراقية إن شاء الله. هناك إشكالية يعني معسكرين داخل يعني داخل الشارع العراقي, لكن بالنتيجة سيبقى رأي الشعوب هو الرأي الحر الحاكم الذي يفصل الأمور وتنبني عليه ينبني عليه مستقبل الأمم إن شاء الله. نعم, أشكرك جزيلا الشكر دكتور أيمن خالد الكاتب الإعلامي العراقي, شكرا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم, أهلا ومرحبا بك. وشكر أيضا مشاهدينا الكرام لكل من تابعنا ولكل أيضا من تواصل معنا وشاركنا في هذه الحلقة, الدكتور ناصر دريد المحلل السياسي العراقي والباحث في الشأن العراقي السيد عبد القادر النايل, والشكر موصول لكم على حسن وطيب المتابعة. وصلنا لختام هذه الفقرة الأولى من برنامج في المنتصف, الفاصل قصير ثم يصحبكم الزميل حسين أبو شمالة في جولة الصحافة, فابقوا معنا.